اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. واو ايه ده، بصوا مش هتصدقوا، ده اختراع جامد جدا جدا جدا. ايس كريم بالاوريو، بالاوريو كيك من تحت. الوصفه بقى على قناه تصنعها بنفسك، المفروض شفتوا بقى ازاي تقدروا ان انتوا تعملوها. هندوقها بقى النهارده مع بعض ونشوف بقى اقول لكم ايه رايي فيها. الله انا متشوقه ومتحمسه جدا، يا ترى كيكه الاوريو الفظيعه دي يكون طعمها عامل ازاي. والايس كريم بقى بصوا عليها كده من فوق ابتدى ان هو يسيح، وعليها بقى قطع من الاوريو الحقيقيه، وتحت بقى في كيكه اوريو بنفسها مع صوص الشوكليت بقى، كله ده مضروب مع بعض مدينا بقى ايه الكسل الفظيع قوي دي. طبعا دي يكون فكره حلوه جدا لو حد من الضيوف كان لنا، ممكن احنا نقدمها له، او في عيد ميلاد ممكن نعملها حتى كيكه عيد ميلاد، شايفه تبقى فكره حلوه قوي. وعندنا كمان حفله او كده، ممكن كمان ناكلها كديزرت بعد الاكل كلنا بقى احنا واصحابنا، نعمل كده طبق كبير قوي، وهتكون فكره جميله جدا وممتعه، وكلنا بقى نقدر ان احنا ناكل في نفس الوقت مع بعض. بص بقى انا جبت معلقتين عشان نقدر ان احنا ندوق انا وصاحبتي. بص بقى هندوق. واو الايس كريم بيدوب كده في البق مع الكيكه، هشه خالص تجنن مع الاوريو. واو لا فعلا طعمه تحفه تحفه تحفه، فكره جميله جدا رائعه. وطبعا هي تقيله شويه عشان الايس كريم بقى مع الكيك مع الاوريو، بس انا شايفه في الاخر ان دي يعني وجبه جميله جدا وحلوه قوي كديزرت. طبعا السكر فيها كتير قوي بس رائعه. وما بتاخدش من 5 لـ10 دقايق ان احنا نعملها، ففكرتها سهله جدا وبسيطه، وكمان كل الناس بتحب الشوكليت بالايس كريم، فهتكون بطريقه حلوه قوي. يعني انا صراحه عجبتني جدا جدا جدا، وشايفه ان هي فعلا فظيعه. قولي بقى في الكومنتات ايه رايكم في كيكه اوريو بالايس كريم بالاوريو اللي عليها من فوق بالتوبينج. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.